السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طبق اليوم كيك بارد بالبسكويت والشوكولاتة. لتطبيق الوصفة نستعمل المكونات التالية: علبة من البسكويت بوزن 200 غرام، أولا نقوم بهرس البسكويت نتركه جانبا ونحضر الكريمة. نستعمل كأس وربع من الحليب ما يعادل 300 ملليلتر، ملعقتان كبيرة من السكر حبيبات، ملعقة كبيرة من النشا الميزينا. ثمانون غرام من قطع الشوكولاتة، ملعقتان كبيرة من الكاكاو المر، ملعقة صغيرة من سكر الفاني، نضع المكونات في كسرونة ثم تطهى على نار هادئة مع التحريك المستمر. نضيف قطع الشوكولاتة السمك يكون مثل الكريمة كما ترون. بعدما يبرد قليلا نصبه على البسكويت ونخلط. نقوم بلفه بواسطة بلاستيك أو ورق الألومنيوم حسب الموجود، ثم نضعه في المجمد مدة 3 ساعات أو أكثر حتى يجمد تماما. بعدما أخرجناه من المجمد نذيب شوكولاتة في حمام مريم ثم نغطي الكيك بالكامل.
وبصحة عليكم أعزائي عزيزاتي.